بتصور صار واضح كتير انه في 77 نائب اليوم انتخبوا ضد خيار سليمان فرنجية، والأكترية 59 انتخبوا لصالح جهاد أزعور مع الصوت الضايع يلي ما انعمل إعادة فرز عليه وما تم احترام المؤسسات وتم تسكير الميكروفونات، وهيدا كلياته ضرب لأي مسار ديمقراطي. والأسوأ من هيدا كله أنه في ناس للمرة 12 وبعد 7 أشهر 8 أشهر فراغ بعدهم بفلوا بيفرطوا نصاب وبيعطلوا عملية انتخاب الرئيس. هيدا محزن جدا. اليوم في مسؤولية علينا كلنا بالبلد، علينا كلنا نضل بالقاعة وكلنا ننتخب لننتخب رئيس. والأهم لما جهاد أزعور يوصل للـ 59 ويكون في 6 نواب عم بيصوتوا زياد بارود أو 8 عم بيصوتوا لبنان الجديد، عليهم مسؤولية أنه يعملوا 65 بالدورات المتتالية لنوصل لانتخاب رئيس. نحن بحاجة لانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن. أنا برأيي عليهم مسؤولية كتير كبيرة، هني بدهم يشوفوا كيف بدهم يتعاطوا معها. اليوم إنتاج رئيس، إنهاء الفراغ والانتخاب بسرعة أمر فائق الضرورة، ما في حدا يتنازل عن هذا الموضوع.